عندي واحد الله يعاونه ما نقول بالاسماء، الا كان شي واحد ما كانش هنا راه واللي كان كاين. كاين عبد الربيع علي كوراجي، الزميل مراد هربال، ميمون عزو، محمد زريوح، محمد منتصر، محمد زريوح، محمد منتصر، فاطمه اليوسفي الاستاذه ديال الاذاعه الوطنيه، رمسيس بولعيون، نبيله هادفي، الرمشي محمد يعني. صافي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كاين شي حد؟ مرحبا استاذ عماد شحتان. كاين المنسق هو رمسيس بولعيون، ميمون عزو، محمد زريوح، زكريا بوعب السلام، وفاطمة اليوسف. هذا هو المكتب ديال التنسيقية. العالم كله راه داير على هذا، من الميريكان لفرنسا لغيرها، كل شيء فاق بأن التفاهة ردات البشر. إذا أنتم خصكم تساهموا في استرجاع هادشي باش كنرجعوه. إلا درنا عمل مهني مزيان، عاقبنا بصدق، وما بقاوش نقصوا عباد الله. المسؤول ماشي عدو، المسؤول دائما مواطن عنده وليدات. وكانت في هذه اللجنه هذه الامور مرات ببساطه، والهدف بالنسبه لي انا سواء بطاقه مهنيه ولا ماشي، احنا واحد. طيب هذه الامسيه كانت مناسبه لنلتقي مع الجسم الصحفي بمدينه الناظور بعد الحاح من الزملاء المهنيين في هذه المدينه على الالتئام في اطار لجنه مفوضه اللي تابعه للفرع ديال وجده للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه حسب ما يمليه القانون الاساسي والداخلي للنقابه، في انتظار ان يتوسع ويتمدد الجسم المهني ليكون هناك فرع في هذه في هذا الاقليم. وهي مناسبه للصحفيين ان يفكروا في مستقبل هذه المهنه انطلاقا من ثنائيه الحق والواجب، وكذلك انطلاقا من تسييجها باخلاقيه المهنه، لنسترجع مكانة الإعلام ومكانة الصحفي بهذا النقد الذاتي الجريء الذي نقوم به كصحفيين وكنقابة في أفق بناء بيئة مهنية نظيفة، بيئة مهنية يعيش فيها الصحفي بكرامة. نحن مقبلون على كثير من الأوراش التي تهدف إلى هذا المبتغى، ونتمنى أن تكون جميع الأطراف واعية بهذه المرحلة ودقتها لاسترجاع هذه المهنة، لتقوم بدورها في محاربة هذا الامتداد للتفاهة وللإشاحة، لأن الوطن بحاجة إلى إعلام قوي، بحاجة إلى صحفي يعيش المهنة بكل جوارحه، يؤمن بالمسؤولية كما يؤمن بالحق، ولكن في نفس الوقت أن يعيش في بيئة مهنية نظيفة عمادها الدفاع عن الصحفيين والدفاع عن كل قضايا الوطن لمحاربة كل أشكال التهديد الذي يمكن أن يمس الهوية الوطنية. نحن في مرحلة فيها نوع من تهديد الأمن الإعلامي، وعلينا أن نعي بخطورتها. أهم النقابة دائما كانت حاضرة في كل المكاسب اللي حصلوا عليها الصحفيين، ابتداء من نهار كانت النقابة ونحن نناضل. على الأقل في 2005 كنا وراء ما يسمى بالعقد البرنامج والاتفاقية الجماعية. اليوم نحن نقود إعادة تجديد هذه الاتفاقية الجماعية، نحن نساهم في صناعة القوانين المنظمة للمهنة، نحن كنا دائما وعلى مدار الأسبوع إلى جانب الصحفيين في كل المضايقات، سواء تعلق الأمر بالجانب المهني المادي أو المادي، في حرية التعبير كذلك. فإذا النقابة دائما حاضرة إلى جانب الصحفيين للنضال من أجل أن نخلق كما قلت بيئة مهنية يكون فيها نوع من التصالح، من أجل أولا أن يكون للخبر قيمة، وأن نستعيد ثقة المتلقي، وأن نحارب هذا الامتداد ديال التفاهة الذي يسيطر اليوم، وبطبيعة الحال لن يتأتى كما قلت لذلك إلا بتضافر الجميع وتفهم أن هذه معركة الجميع. نهار مش زريمت وغانغ تأسيس اللجنة التابعة للنقابة المستقلة للصحافة وذيج الحدث ضمقران، لأن
ثندين النظر سن مجموعة صحفيين على مدار سنوات وتغوثن رائدين دي مهنة المتاعب نهار المشعلة ونتتل الاستمرار خمين قنيثني لسنوات الجناية غتدا ونظلا من أجل الصحفيين نهار الشين كسي لإتمام من الجين يوذنا يخدم الصحافة على مدار سنوات لأن النظر غتربدا محطة تمقراطي صحفيين وفرنزيس صحفيين ديمقران قاغ بأن الزملاء مار أنه تأسيس اللجنية أدياس خانقس النفع لأننا سنشتغل كيد واحدة كل جن خطه التحريري ثاني تتي وخاص نستيوير كل جن لديه حرية التعبير ولكن نهار ذي النهيئة خانقس الساور أن المونديس لعدة مطالب لأن صحفيين وراني ثني حواجنا التاسنت مسرائيين ذي الحياة نسن اليومية ذي الحقوق نسن ذي التعامل نسن كذا أطراف النغنية كذا مؤسسات لأن الصحفيين بدأ يتيري مهدد معرض للمخاطر ولكن وانتفشت وغارض الإقليم وخاسن غيداف عن ما حد أديوي المكتسبات نسن نهارا قاغ إمارة الزملاء من يمجن أي منابر إعلامية سواء كانوا مصورين متعاونين مراسلين نهار الجنايثة تسد من أجل الدفاع خاسن أي جنغاس مشكل مرحبا لأننا نزو أناني غزث القطاع الصحافة والأكثر من هذا ميمو غاختريشا دار الصحافة والمطلب الأساسي والآني نرفع الجهات المسؤولة ما حدثي دار الصحافة لإقليم النظر ريستموناني صحافيين أذترين التكوين الديني شكرا. إذن بعد إلحاح زي الجسم الصحافيين لإقليم النظر دريوشخ المكتب المركزي النقابة الصحافة أو النقابة الوطنية للصحافة المغربية تم نهار جاء الأحد باش نأسس لجنة دي الإقليمين نظر الدريوش للنقابية إجت سمونا الصحفيين المهنيين باش إن شاء الله ذي الأفق أننا أنكسي المشعل أن النضال الهمومي صحفيين ذي المنطقة ياثة لأنه ما مش نسن الإقليمين نظر الدريوش عانا نسجل الفراغ من حيث الانتماء النقابي من حيث النقابات يتمثل مهنة الصحافة أو الصحفي المهنيين دي الإقليم فذي جن المناسبة باش إن شاء الله ذي المستقبل أو زنهارة أغان غيريج الإطار رنشين يدفع خانق لا محليا أو جهويا أو إقليميا وهم يستورخ الدفاع دفاع الحقوق والصحفي الحقوق المهنية الحقوق الاجتماعية الحقوق الاقتصادية أيضا الحقوق الانتماء المقولة الإعلامية كذلك الحق الناس للتكوين والتكوين المستمر هذا التعويضات تخصص الدولة قطاع الاتصال لقطاع الصحافة زمن الجيل الجديد والشباب يتدفق حيوية وله رغبة أكيدة لخدمة الرسالة النبيلة رسالة الإعلام وبالتالي ما أثلج الصدر اليوم هو أن الشباب الذين حضرت بجانبهم اليوم في هذه القاعة يستشعرون ويستحضرون مسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم كإعلاميين وكصحفيين ينقلون الخبر للرأي العام فالأجواء مرت أجواء مهمة أجواء لطيفة جدا جمعت جميع الزملاء وتوافقوا جاعلين نصب أعينهم خدمة الجسم الصحفي واستعداداً بطبيعة الحال لوضع اللبنة الأولى لتأسيس فرع خاص بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور أتمنى من خالص قلبي كل النجاح والتوفيق للزملاء وعلى رأسهم زميلي وصديقي العزيز بولعيون رمسيس الذي وضع فيه الجميع الثقة ليقود سفينة الجسم الصحفي لهذه المرحلة ولهذه المحطة التاريخية المهمة الهدف النغ هو أنه نجيجن الفرع ذانيتا خمين السور خلا تمركوز السور بأنه النظار أذييري أن يخفنس يتمثل يخفنس يستنم المي غاية رفع يخفنس يستنم أذي واجه المؤسسات تما ذي الوقت الزمن المحدد ذمانيا الفكرة ثوسد النقاش ضم قرانك الإخوان هاريج الجيل الجديد الشباب الجديد حاملي المشعال الدبلومات نصنديم قرانا ذي الصحفة يعني أهل الميدان أنن لابد يخصان ضغط خل مركز بس تشمادة سندانيتا الحمد لله نهار اللجنة تيري لجنة إقليمية
غانغ مجموعه بند مجموعه من الاخوان تما غاسن البطاقه المهنيه نسيتيم ان غنيدس نعاود دي الخط وغنعاون المجد يسخير سن رئيس المجلس الوطني للصحافه انه تفن المشاكل دي سي ان اس اس تفن المشاكل تسمى دي تمسرينا ماذا بينا انه نخدم دي كيج نحاش الصفا ونتخدم بوذير فوضى لانه نزرى طاسن الاخوان تعجب اسني يمكن المهنه ولكن الطفل نخدم المهنه ما هي خص هذا نوضع القطيعه الصحفي المهني خص يعيش بكرامه المقاوله الاعلاميه المهنيه يخص تسوى الوضعيه ني يثمثنا شو راني هنا غاسني لي الحق هذا بحن الامتيازات يتجن غير ذني ذي عرباطي وذني جان دي وجداي وذني يتجن قارت نشي مغادي كورونا وها ونستيف دراد ريال مع العلم انه يوذان يوين الملايين الفلوس يوين الملايين الدعم من الدوله وذا الحق نغران الشين تتبرات يثمس ويثما يعزن وان شاء الله القادم افضل السلام عليكم ورحمه الله.